السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. هذه حلقة جديدة من جولة مراسل التي تأتيكم من عموم مدن العراق، لكن حلقتنا لهذا اليوم وهذه الجولة ستكون مختلفة. نحن في أيام شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير أعاده الله، علينا وعليكم بالصحة والسلام والأمن الذي نحتاجه في هذا البلد الجريح. حلقتنا لهذا اليوم ستكون عن المناقب النبوية. لمن لا يعرف المناقب النبوية وما هي الأجواء في جوامع الموصل في أيام رمضان، سنلتقي بعدد من رجال الدين ونستمع أكثر عن المنقبة النبوية، ما هي، ما الذي يطرح فيها، ولماذا تكثر المناقب النبوية في أيام رمضان وليالي شهر رمضان المبارك. الحلقة ستكون مختلفة عن كل الحلقات، وسأبدأها مع الشيخ رامي العبادي وهو أحد رجال الدين في نينوى. كل عام وأنتم بخير شيخ، رمضان كريم عليكم. رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى متابعي قناتكم المباركة، قناة التغيير التي يشاهدها كل عراقي يهتم بها وتنقل الأحداث اليومية فيما يخص الشأن السياسي والاجتماعي والعلمي والتربوي، فحياكم الله تعالى وبياكم. نسأل الله سبحانه وتعالى على هذا الشهر المبارك شهر رمضان فاتحة الخير علينا جميعا، وأن يرحمنا ويلطف بنا وكل عام، والعراقيين بصورة خاصة والمسلمين عامة بألف ألف خير. الشيخ رامي، المنقبة النبوية، الكثير من الناس في عموم البلاد سواء من المسلمين أو غير المسلمين لا يعلمون ما هي المناقب النبوية، حدثنا عنها. المنقبة النبوية هي عبارة عن تواشيح دينية وأشعار إسلامية تخص بها ذكر الله تبارك وتعالى وذكر النبي الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم، وفيها ذكر آل البيت والصحابة الكرام وذكر صالحي هذه الأمة من العلماء السابقين، منهم الأحياء ومنهم المنتقلين الذين تركوا أثر طيب مبارك في الأمة الإسلامية. هذه المنقبة فيها استغاثات وفيها دعاء وفيها طلب حاجات لله رب العالمين، وفيها استغفار وفيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحث المسلم والمستمع على الاتصال بالله رب العالمين قلبيا وروحيا من خلال ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. تكثر المناقب النبوية في أيام وليالي شهر رمضان؟ طبعا نحن الآن في شهر رمضان، ما يمر يوم إلا وتجد هنالك مجلس ذكر في تكية أو مسجد أو في بيت من بيوت العوائل الموصلية يجتمعون، هنالك عوائل من هذه المدينة يجتمعون بآبائهم وأعمامهم وابناء العمومة ويحيون هذه الليالي ليلة لذكر الله تعالى وإقامة التواشيح. كذلك مساجدنا تحتفل بهذه الليالي بعد صلاة التراويح، بعد إلقاء كلمة إرشادية وعظية للناس، ثم تضرب الدفوف، ومن باب ترويح النفس ورياضة الروح. لن أطيل شيخ رامي، شكرا لك ورمضان كريم عليك، وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم بألف خير. هيمان روحي والهجر أذاني، ومشتاق أزور الهاشم العدناني. هيمان روحي والهجر I'm not sure.
العشق ما تنطفي بوجداني. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام أصوات نقر الدفوف في ليالي رمضان. قبل أن نستمع إلى المناقب النبوية وما هي المواضيع التي تتناولها، يوجد فرقتين من فرق المناقب النبوية هنا في الموصل. قررنا أو اخترنا أن تكون هذه الحلقة معهم، وسنلتقي بالقائمين على هذه الفرق لنستمع لهم عن مواضيع هذه المناقب. ما الذي تطرحه المنقبة النبوية؟ لقاؤنا الثاني مع الشيخ شهلان، ومن الشباب، من رجال الدين الشباب. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم عليكم. علينا وعليكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكل عام وأنتم والمسلمين وأمة سيدنا محمد بألف ألف خير. شيخ شهلان، منذ متى وأنت تنشد في المناقب النبوية؟ منذ أي عام؟ وما المواضيع التي تطرح في المناقب النبوية؟ والله لله الحمد، أنا يعني أول كاسيت اللي كانت قبل كاسيتات اللي نزلناها تقريبا كان عام 2004، ولله الحمد. أكو دعوات من خارج البلاد للاستماع إلى المناقب النبوية، عندكم زيارات لخارج البلاد؟ نعم نعم، الحمد لله. يعني المناقب النبوية حاليا في جميع المحافظات في العراق، ولي دعوات أيضا من خارج العراق. فقط الدف يستخدم في المنقبة النبوية؟ المديح يستخدم في الدف، أما الإنشاد الآلات الموسيقية الجديدة. الآلات الموسيقية. نعم. طيب، المواضيع التي تطرح في المناقب النبوية، المدح، الذكر، نعم، كل هذه المواضيع تطرح؟ هو كل القصائد تكون بحب النبي عليه الصلاة والسلام، وحب آل البيت، وحب الصالحين، وكل واحد يعني حسب ما مثلا القصائد اللي يريدها أو كذا، أو المؤلف اللي يألفها، فكل هذا بأنه مدح مثلا لسيدنا محمد، مدح لآل البيت، مدح للصالحين. في الأناشيد تستخدم الآلات الموسيقية، وفي نعم. المديح وذكر الله تستخدم فقط الدفوف؟ الدف يعني نعم، أكو ناس ترغب الدف وأكو ناس ترغب الآلات الموسيقية. شكرا جزيلا لك. I'm
مرينا معكم مشاهدينا الكرام، وسنلتقي أيضا بشخصية ثالثة من المنشدين في نينوى وفي الموصل تحديدا، وهو أيضا شاب في مقتبل العمر لكنه من المداحين في المناقب النبوية أو المنشدين إن صح التعبير. سنلتقي به أيضا خلال هذه الجولة. نحن نوقف المناقب النبوية أثناء اللقاءات وتستمر بعدها. كل التحايا لك شيخ محمد، كل عام وأنت بخير ورمضان كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن فرقة النفحات الأحمدية، متكونين من 3 أشخاص. عندنا الأخ المداح أبو طيبة بربيل، يعني مشغول شوية مع طريقي، خادمكم محمد أكرم عبد الوهاب، المداح مشتاق طالب المهندي. طيب من أي سنة أنت في المناقب النبوية؟ أنا والله من كنت صغيرا، عندي تسجيل مال كاسيت تسجيلات الفيحاء والقيثارة سنة 2001، وجدي أبو والدتي كان مؤسس أول فرقة الملا عثمان الموصلي في الموصل في عام 1963.
المناقب والأناشيد كلا الأمرين؟ يختلف المديح أثناء في مديح حربي يكون على النبي عليه الصلاة والسلام ويكون على الأولياء والصالحين، وعندنا أناشيد، أناشيد تكون سريعة مرات تكون على الإيقاع الإلكتروني، فالحربي لازم يصير على الدف، أما الأناشيد يعني يصير دف ويصير إيقاع إلكتروني. وإحنا كنا طلعنا إيقاعات إلكترونية مثل زواجات أعراس دينية، كنا طلعنا أنا والفرقة معي. نعم. طيب اليوم ناوين يكون مديح وذكر؟ والله اليوم إن شاء الله يعني اليوم مديح وذكر باستقبال شهر رمضان المبارك، عاد الله علينا بالخير وبركته، الله يحفظكم. شكرا جزيلا لك. أنا وصلت إلى النهاية وانتهى دوري في جولة مراسل، سأترك الآن لعدسة التغيير تنقل إليكم ما هي المناقب النبوية. كما تحدثنا المناقب النبوية هي مجالس ذكر يحضر فيها المنشدون ويستخدمون الدفوف في الذكر والمديح، وتستخدم أيضا الآلات الموسيقية في الموشحات الدينية كلا الأمرين. أعتقد أنكم متشوقون للاستماع إلى المناقب النبوية التي تشتهر بها نينوى والموصل بصورة خاصة.
كنت أنا معكم في التقديم محمود الجماس، وعلى التصوير ليث محمد. دمتم بأمان الله، كل عام وأنتم بخير. صلوا على الحبيب محمد. Tell them I tell.